نذهب إلى مدينة شيفيلد، حيث كان على ألمانيا أن تقابل منتخب الأوروغواي في الدور ربع النهائي، وساعد القائم حارس المرمى الألماني للحفاظ على نظافة شباكه. لقد تعرض الألمان للكثير من المتاعب في تلك الأمسية، ولكنهم أيضا سببوا المتاعب للأوروغواي وتمكنوا من إحراز هدف السبت عن طريق لاعبهم أوفيزيلا. تقدمت ألمانيا وكان على الأوروغواي أن تحاول في مواجهة بين بطلين سابقين للعالم. كانت معركة قوية بكل ما في الكلمة من معنى، وتعرض أوفيزيلر للخشونة كما تعرض هالر لمثلها، وكالعادة لم يبدي الحكام تأثرا كبيرا، كانوا يكتفون فقط باحتساب الأخطاء وبعض الإشارات باليد للاعب المخطئ. ضربة حرة للمنتخب الألماني وتصويبة من الشاب بيكنباور يبعدها حارس الأوروغواي إلى الركنية. وبعدما ارتفعت الأعلام الألمانية، كان الحكم يطرد كروخي قائد منتخب أوروغواي بسبب عرقلته القاسية للاعب أميريتش. كان الطرد وقت ذاك يتم بهذه الطريقة دون استخدام للبطاقات الحمراء. عليك أن تخرج من الملعب، وبعض المواساة من اللاعبين الألمان. 10 لاعبين للأوروغواي أمام فريق ألماني بقيادة حكم إنجليزي. كانت تلك إشارة من جانب صحافة أمريكا الجنوبية فيما بعد أن حكما إنجليزيا ساعد ألمانيا، وبعد ذلك توجب على حكم ألماني أن يساعد إنجلترا. ولكن هذه مجرد آراء وحجج وأعذار يقدمها الخاسرون. لقد بلغت خشونة أوروغواي حدا كبيرا، وكان على اللاعب المطرود أن يغادر الملعب بمساعدة الشرطة أحيانا. لا تلمسوني. ولكن في نهاية الأمر، عندما يصبح اللاعب خارج المستطيل الأخضر، فإن الشرطة هي التي تصبح المسؤولة. هجوم من جديد، وفرصة تضيع بغرابة من أوفيزيلر، والآن بيكنباور الرشيق هو الذي يتقدم ليسجل الهدف الثاني للمنتخب الألماني، هدف عنى النهاية لمغامرة الأوروغواي في هذه البطولة، وعنى أن ألمانيا في الطريق الصحيح نحو الدور نصف النهائي. أوفيزيلر العظيم من جديد تقدم ويصوب الهدف الثالث. لقد أصبح منتخب الأوروغواي خارج المنافسة تماما. فرحة ألمانية وعلم مستعار من المدرجات، وتساهل مع دخول المشجعين، وفوز صريح للماكينة الألمانية على أول أبطال للعالم. كانت البقية تأتي، وكان هناك هدف رابع في الانتظار، ولم يعد لدى الأوروغواي ما تفعله غير الاحتجاج على حكم المباراة. 4 أهداف مقابل لا شيء تعني أن ألمانيا في دور الأربعة.